بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. أولا بندعو لأهلنا في فلسطين وفي غزة خاصة، ربنا ينصرهم ويقويهم ويؤيده بنصره المبين قريبا بإذن الله. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن جهاز جديد، وجهاز بدأ يتعرف في السوق، هو جهاز ستار نت سيجا تي 2، اللي هو ده ستار نت سيجا تي 2. طبعا زي ما احنا شايفين ده شكل الجهاز، هو جهاز بمعالج جديد متطور وبسيرفرات فيها حاجات موجودة وفي حاجات جديدة لسه نازلة أول مرة على فيرجن 1 بالنسبة لسيجا تي 2. جهاز ستار نت سيجا تي 2 يعتبر نقول اللي هو ايه، مش اكتشاف ولا اختراع، لا، الجهاز احنا بنشوفه هو جامع عليه بروتوكولات كتيرة جدا بالنسبة للتشغيل، وبالنسبة لآليات التشغيل الخاصة بالجهاز. أولا الجهاز بتاعنا سيجا تي 2، بداية المعالج بتاعه هو معالج لسه جديد في السوق، هو معالج حديث، أعلى معالج لأجهزة سام بلس حاليا موجودة في السوق هو المعالج بتاعنا ده. المعالج بتاعنا معالج يعتبر كان معروف زمان ورجع تاني، لكن رجع بالنسخة الدي، هو معالج 2569 دي أو 2569 دي، ده رقم واحد حاليا يا جماعة في معالجات سام بلس، مع رامات 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار، وفي نفس الوقت كمان نزيد من الشعر بيت انه كمان الفلاش روم بتاعه 16 ميجا. الجهاز بتاعنا بيحتوي على واي فاي مدمج، واي فاي داخلي، واي فاي حساس جدا لاشارة شبكات الراوتر بتاعتك الواي فاي، ودي ميزة فيه بصراحة، وكمان في فتحة كيبل لين او كيبل انترنت، تقدر تشغل كابل النت على الجهاز بدل واي فاي لو انت عايز ده او ده، الامر متاح ليك وسهل جدا. ثانيا الجهاز عندنا بالنسبة للسيرفرات حدث ولا حرج، كتير جدا السيرفرات، بس انا اللي شدني في الجهاز ده انه بقى يحمل خواص الجوسات والفوريفر في نفس الوقت. الجهاز ده بقى اصبح عليه كل ما تتخيله بالنسبة للباقات، خصوصا الناس اللي عندها اطباق وعندها تركيبات رياضية، خصوصا باقات رياضية على مستوى العالم. الجهاز ده عليه مصادر صوتيات مميزة جدا، اصبح عليه 3 مصادر صوتية، المصدر العام بتاع داكي موجود، وعندك مصدر الجوسات ده مصدر رئيسي، وعندك كمان مصدر النشير برو. مصدر صوتيات النشير برو على الجهاز دوت مصدر، يعني صوتيات انا بشوفها احترافية احترافية بجد، ثابتة الأداء، وفي نفس الوقت استمتعنا بيها في مباريات كأس العالم للأندية اللي لسه شغالة لغاية دلوقتي. كمان عندك النشير في 2 اللي على الجهاز أنا بشوفه، أو النشير برو. بعض الأجهزة يا جماعة، عشان برضو الناس اللي بتطلب الأكواد بتاعة النشير، بعض الأجهزة بيبقى موجود الاسم في 2 مش برو، عادي بيقبل الكود وبيشتغل، أجهزة السان بلاس مصنع داكي خصوصا. تمام، عندنا هنا النشير في 2 او النشير برو لمده سنه على الجهاز، فاتح لك باقه الاو اس ان على 9 سات مع الاي ار تي، وفاتح لك النوفا، وفاتح لك على الاسترا 19 البين الفرنسيه، فاتح لك باقات ما كانتش مفتوحه مع السيرفرات الموجوده. هنا بقى الجهاز بيحمل خواص سيرفرين مهمين جدا، صوتيات وخواص الجوسات مع صوتيات وخواص النشير، بقى جامع ل كل ما تتخيله من باقات رياضية خصوصا على جهازنا ستار نت سيجا تي 2. طبعا الجهاز عندنا بيدعم البث الأرضي الرقمي، بث أرضي رقمي وبث فضائي، يعني تقدر تستقبل القنوات الأرضية الرقمية زي الأون تايم سبورت الأرضية عشان ماتشات أفريقيا، وفي نفس الوقت بس طبعا عن طريق إيه، بتركب إيريال أو كابل ديش مثلا وتبدأ تحركه يمين وشمال لغاية ما تلقط بإذن الله. هنعمل فيديو إزاي تقدر تستقبل البث الأرضي الرقمي على جهازنا. وكمان الجهاز عندنا عليه كمية سيرفرات كتيرة جدا، بس قبل ما نتكلم عن كمية السيرفرات هنشوف الجهاز على الطبيعة، بعد كده نشوف يعني حكاية السيرفرات ايه. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ده جهازنا الجديد، جهاز ستار نت سيجا تي 2. الجهاز زي ما احنا شايفين شكله شيك جدا،
يعني اللي عجبني قوي ان البورده من جوه، انا مش عارف هتظهر ولا لا، البورده بعرض الجهاز كله. يعني انا بشوف كده البورده من البدايه للنهايه، بورده كبيره ما شاء الله وعريضه بعرض الجهاز كله، والجهاز نفسه عريض. وكمان الميزه ان فتحات التهويه موجوده من الخلف ومن الاعلى، من تحت ومن فوق زي ما احنا شايفين، دي كلها عباره عن فتحات تهويه، وفتحات كمان من الشمال ومن اليمين. يعني الجهاز واخد كميه فتحات تهويه كتير قوي، فدي ميزه بصراحه ربنا في الجهاز. عندنا كمان الفتحات بتاعه مداخل الجهاز هنتكلم عنها. طبعا الجهاز من هنا فيه لوحه رقميه، ديجيتال رقميه بتشتغل، بتجيب لك ارقام القنوات واليات التشغيل. كمان المميز في الجهاز دوت لو جينا كده هنلاقيه عباره عن 7 زراير بريس موجوده فيه، فيها كل الخواص، تقديم القنوات وتاخير القنوات، تعليه الصوت، تاخير الصوت، قفل وفتح الجهاز، وفتح المنيو كمان بتاع الجهاز، كلها 7 زراير. انا مش عارف باينين كده اهم، 7 زراير ما شاء الله فيهم كل اليات وخواص تشغيل الجهاز. فدي ميزه يعني موجوده ويعتبر جديده في اجهزه ستار نت، مش كل الاجهزه فيها زراير البريس الموجوده دي، وسهله الحركه جدا ما شاء الله. تمام. طبعا عندنا يو اس بي هنا عشان تشغيل ملفات الصوت، ملفات تنزيل ملفات القنوات او ملفات السوفتات، وفي نفس الوقت تشغيل داتا البرامج والداتا الفيلميه لو عايز تشغل اي حاجه او اي فيديو عن طريق فلاشه. الفتحه هي موجوده تمام، هنا لوحه رقميه، وفي نفس الوقت من هنا بقى فتحات الجهاز بالكامل. جهازنا هو ستار نت سيجا تي 2. لو اتكلمنا على الفتحات بالنسبه لجهازنا النهارده، طبعا عندك اول حاجه مدخل ال ام بي الخاص بسلك الدش، عندنا فتحه او جاك الار اف الخاص بالبث الارضي الرقمي، هو ده الجاك الثاني، وعندنا فتحه الايثر نت. الجهاز زي ما قلنا في 2 مصدر للانترنت، فتحه الايثر نت لو عايز تشغل الكابل اهي جاهزه، وفي نفس الوقت واي فاي مدمج داخلي بانتنه داخليه موجوده في الجهاز نفسه. عندنا بعد كده اوت اتش دي ام اي، مخرج الاتش دي ام اي اللي بيبدا يخرج يروح على الشاشه، وكمان عندنا سنسور الاي ار الفتحه بتاعته لو عايز تحط عدسه خارجيه ديجيتال او عدسه رقميه خارجيه، كمان عندنا فتحه الاي في وفتحه التحديث، وفي نفس الوقت عندنا كمان فتحه الباور بتاعتنا الخاصه بالجهاز، فتحه ال 12 فولت بتاعتنا او فتحه الادابتور بتاع الجهاز. دي كلها مداخل الجهاز بتاعنا. تمام. طبعا الجهاز بيجي معاه ادابتور 12 فولت 2 امبير. ناس كتير قوي بتهتم بالامبير بتاع الادابتور بتاع الجهاز، الجهاز ده جاي معاه جهاز ادابتور 12 فولت 2 امبير او 2000 ملي امبير، لان الامبير الواحد او الواحد امبير بيحتوي على 1000 ملي امبير. فانت هتلاقي الادابتور نفسه لو جبناه لك ده يا جماعه الادابتور اللي بيجي مع الجهاز اوريجينال طبعا، وفي نفس الوقت مكتوب هنا بس طبعا مش هتظهر لان الكتابه ضعيفه يعني بارزة بس مش هتظهر لانها صغيرة قوي، مكتوب 2000 ملي امبير و12 فولت. 2000 ملي امبير يعني 2 امبير كاملين بالنسبة لآلية تشغيل الجهاز. ده كان بالنسبة لجهازنا ستار نت سيجا تي 2. الجهاز انا بشوفه جهاز سلس جدا في الاستخدام، وفي نفس الوقت عليه كمية سيرفرات مميزة جدا. كمان الجديد النشير برو اللي نزل على جهازنا واصبح بيحتوي على كمية باقات عالية الاداء و حاجات يعني عالية الأداء جدا. كمان نزيد كمان إن الجهاز صورته ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، صورته ممتازة جدا. مخرج الصورة الله أكبر أو خارج الصورة بالنسبة لجودة أو دقة الصورة 1080 بكسل حقيقي، وفي نفس الوقت دقة عالية بالنسبة للجهاز. وكمان الجهاز بيدعم الصوت الدولبي، ودي ميزة في الجهاز. الجهاز بصراحة صوته خصوصا على القنوات الرياضة الأجنبية صوت رائع جدا وصوت مميز جدا، صوت دولبي حقيقي. فدي ميزه من مميزات جهازنا النهارده ستار نت سيجا تي 2 اللي بيحمل خواص البث الفضائي والبث الارضي الرقمي ايضا، كل ده مع جهازنا. طبعا جهازنا المنيو بتاعه منيو انا بشوفه منيو احترافي لانه شامل كل خواص الجهاز بضغطه زر، بتضغط منيو من الريموت بتاعك. طبعا ده الريموت بتاعنا اهو، بيجي معاه ريموت واحد مش اتنين ريموت عشان نبقى عارفين من البدايه، بيجي مع جهازك وريموت واحد، ريموت الخام بتاعه خام قوي وفي نفس الوقت متعدد، ريموت متعدد ممكن تشغله على الشاشه وتشغله على الرسيفر في نفس الوقت، انك تربطهم بخاصيه الانفرا ما بين الريموت بتاع الشاشه والريموت بتاعنا بتاع الرسيفر. طبعا الريموت بتاعنا
معروف شكله ان هو قريب من ريموت الفورس 5G وسترونج كونج، قريب منهم طبعا. خام نظيف جدا، خام عاج ناشف، وفي نفس الوقت انا بشوفه استخدامه سلس جدا ومش صعب خالص استخدام الريموت بتاع الجهاز. زي ما احنا شايفين ده شكل ريموتنا اهو، ده الريموت الخاص بجهازنا ستار نت سيجا تي 2. طيب هنتكلم بقى على السيرفرات. طبعا احنا عندنا كمية سيرفرات ما شاء الله كتير جدا، اولها سيرفر النوفا وهو الاساس بتاعنا. بس انا نسيت اتكلم عن ان الجهاز بيجي معاه وصلة اتش دي ام اي متر، وصلة كبيرة اتش دي ام اي متر عشان تقدر تحط الريسيفر تحت الشاشة، والافضل طبعا تحطه تحت الشاشة لان في شاشة رقمية، تمام. طيب لو اتكلمنا بعد كده على السيرفرات، انت عندك كمية سيرفرات مميزة جدا، والميزة الاكبر في السيرفرات ديت بصراحة اللي انا بشوفها في جهازنا ستار نت سيجا تي 2 انها سيرفرات قوية. في سيرفرات صف اول وسيرفرات صف تاني، لازم نعترف. عندك سيرفر نوفا ده انا بعتبره نمبر 1 على مستوى السيرفرات، ده سنتين لوحده، عندك نوفا سنتين على جهازنا عليه كل الباقات والمكتبات، طبعا كلنا مش هنتكلم عنه كتير، معروف. عندك سيرفر اكس اي بي، اكس من السيرفرات نمرة واحد برضو في السوق ومعروف جدا، وسيرفر عالمي محتوى كبير جدا. كمان عندك سيرفر مارفل، ومارفل بشوفه ملك المكتبات وملك الداتا العالية والعدد الكبير، سيرفر مارفل سنة واكس سنة. وعندنا سيرفر ميجا كمان، ميجا الدبابة الجديد سنة موجود على الجهاز، سيرفر مميز جدا. عندنا كمان سيرفر بازوكا، بازوكا سيرفر جديد وناشئ بس بنشوفه من العمالقة حاليا، سيرفر كويس جدا لمدة سنة على الجهاز. عندنا كمان سيرفر فورس لمدة سنة، سيرفر هاها لمدة سنتين، سيرفر كيوت لمدة 3 سنين، سيرفر ايه تاني، دراجون لمدة سنة، دراجون برو والهاها برو برضه كل واحد لمدة سنة. فكمية سيرفرات ما شاء الله، وبنقول لك دايما السنة دي بتبدأ مع بداية تفعيلك ليه. انت لما بتشتري الجهاز بيوصلك فيديو شرح لتشغيل وتفعيل المنصات على الجهاز. وكمان ما فيش حاجة اسمها سيرفر بيشتغل لوحده مع توصيل النت بالجهاز، لا، اي سيرفر هيطلب منك الكود، تحط الكود اللي انا ببعته لك على الواتساب مع الفيديو هيفتح معاك زي الفل. حتة ان السيرفر يتفعل لوحده ما فيش الكلام ده، واي سيرفر بيقف معاك بتكلمني مع الدعم الفني بنحل لك اي مشكلة اي سيرفر ان شاء الله رب العالمين. بس دايما بقول وبوضح برضه عشان تبقى الدنيا ايه على نور. عايز تعتمد على سيرفرات قوية، شوف أول 4 سيرفرات. أنا اللي بقول لك أول 4 سيرفرات، عندك النوفا، عندك الإكس، عندك المارفل، عندك بازوكا، عندك كمان سيرفر الميجا. أنا بشوف دولت هم الصف الأول في الجهاز، يجي بعدهم الصف الثاني أو المساعد اللي عليه مكتبات مليانة وفي نفس الوقت شغال ما بيقولش لأ. لكن في ضغط الماتشات أنا بشوف دايما أول 5 سيرفرات أو أول 4 سيرفرات أنا مرشحهم، دول أقوى سيرفرات على الجهاز. أنا بتكلم بصراحة بشوفهم ان هم من افضل السيرفرات اللي هم الاربعه الاوائل اللي اتكلمت فيهم او الخمسه. طيب بالنسبه للشيرنج، انت عندك شيرنج هنا على الجهاز 6 سنين شيرنج او 7 سنين لو اعتبرنا ان مصدر الداكي او الديكيو كام، اللي انا بشوفه ملوش لازمه قوي لان هو سيرفر بيشغل ار تي بس مش بيشغلش حاجه تاني، فبشوفه ما بهتمش بيه بصراحه. هتفعل يا اما تفعل الناشير، ودايما بنصح هتفعل حاجه في البدايه فعل الناشير في الاول بس كفايه، ما تفعلش جوسات. النشير هيديك صوتيات النشير وصوتيات ثابته وممتازه، وفي نفس الوقت هيديك ترجمه النشير. انت عندك هنا على الجهاز دوت عندك مصدرين للترجمه، مصدر الجوسات ومصدر النشير على الجهاز. انت عندك النشير سنه، استقبل جهازك الاول بالنشير، فعل النشير، ترجمه النشير، صوتيات النشير مع يعني مع شيرنج مميز جدا بالنسبه للنشير برو الموجود على الجهاز، فتح لك باقات كتير على النايل سات، وفي نفس الوقت على اغلب الاقمار وخصوصا الباقات الرياضيه على الاقمار الاجنبيه، فاتح باقات الرياضه بصوره مميزه جدا وصوره محترمه جدا عن تجربه بصراحه. فانا بشوف هنا جهاز كامل متكامل بالنسبه، بس طبعا مش كامل قوي يعني فيش جهاز كامل، لكن بشوفه فيه امكانيات كتير، امكانيات جديده بالنسبه للاجهزه الخاصه بشركه ستار نت خصوصا. الجهاز ده بشوفه هيختلف جدا في الوقت القادم او في الزمن القادم. جهاز ستار نت سيجا بيناطح الكبار زي ما بيقولوا، جهاز انا بشوفه محترم جدا بالنسبه للاداء، عليه ترجمه احترافيه بالنسبه لسيرفرين، عليه صوتيات بالنسبه لسيرفرين اساسيين في السوق، وكمان جهاز فيه بس ارض رقمي وبس فضائي وسيرفرات كتير مع منيو احترافي وسهل وسلس في التعامل. يبقى انت كده جمعت يعني ايه 80 85% من اللي انت بتتمناه بالنسبه لجهاز الريسيفر بتاعك. صوره مميزه جدا، صوت دولبي مميز جدا وصوت محترم، ريموت عاج ناشف قوي في نفس الوقت،
كمان مع التحديثات، انت الجهاز ده تقدر تحدث السوفت وير بتاعك وانت قاعد في بيتك اونلاين، وهنشرح ده في الفيديوهات ان شاء الله القادمه. وكمان تقدر انك تنزل ملف القنوات الشهري اللي بينزل من شركه ستار نت ومن الدعم الفني، تقدر تنزله وانت قاعد في بيتك، بينزل بكل جديد بالنسبه للباقات العالميه والباقات الرياضيه والاقمار للناس اللي ما عندها تركيبات رياضيه موجوده. كل دوت مع جهازنا ستار نت سيجا تي 2، بنشوفه حاليا من اجهزه الصف الاول الموجوده في السوق، بالنسبه للامكانيات، بالنسبه للدعم الفني، بالنسبه للمنصات الموجوده على الجهاز، منصات كتير. مش هتفكر بعد كده انك تجدد، مش هتفكر ان انت يعني انسى الكلام ده خالص بالنسبه للسيرفرات الموجوده على الجهاز. ودايما بننصح ابدا بتفعيل سيرفر واحد او اتنين وخلي الباقي، مفيش حاجه اسمها السيرفر هيروح عليك بعد سنه او الكلام ده، لا مفيش الكلام ده، ما دام معاك كود ومعاك سيريال نمبر الجهاز، الجهاز اصلي ماستر، خلاص ما تقلقش انت في امان بالنسبه لسيرفراتك. الكلام ده كله بنقوله بالنسبه لجهازنا النهارده، الجهاز المحترم الجديد، جهاز ستار نت سيجا تي 2. في حاجات ممكن طبعا كالعاده لازم اقول، ممكن اكون نسيتها، بفتكرها بعد ما اخلص الفيديو. فطبعا انا ممكن اقول يعني انا اتكلمت في 85% من مميزات الجهاز بتاعنا النهارده، واي فاي داخلي وكابل انترنت، وفي نفس الوقت جهاز بيحمل منصات كتير قوي، بس ارضي رقمي، بس فضائي، سيرفرات كتير شيرنج، سيرفرات كتير اي بي، فبالتالي بقى عندك امكانيات عاليه. الباقه الحمراء على النايل سات خلاص موجوده على جهازنا لمده سنه كامله مع الاي ار تي، وكمان فاتح اغلب الباقات الرياضيه على مستوى العالم زي الباقه نوفا الرياضيه، باقه كبيره جدا، فاتح حاليا كمان الجهاز على الاسترا 19 باقه بن، وفي نفس الوقت امكانيات مميزه جدا مع ثبات في اداء جهاز النهارده، جهازنا ستار نت سيجا، سوري ستار نت سيجا تي 2. بشكركم جدا، وللحديث بقيه باذن الله، ودمتم بصحه وبعافيه. السلام عليكم ورحمه الله.